سي انور، مبروك بعد هذا السطور اللي يعتبر نوعي وما عندناش بحاله بزاف في المغرب. كيفاش تجى السطور اوسيس؟ طبيعة الحال هو السطور الاوسيس الى انسان باقي تذكر هو في الولايه الاولى ديالنا، كان ضمن البرنامج ديال المكتب المسير اننا نديروا السطور في المستوى العالي للفريق الاولمبيك اسفي. طبيعة الحال كانت بدينا فيه يمكن هذه واحد سنتين ولا ثلاثه سنوات فضل الدعم ديال السيد العمال وطبيعة الحال الجماعه ديال اسفي بحكم انها مالكه ديال الملعب، وكان دعم ديال مجالس المنتخبات المحتضن ديالنا الرسمي. وبطبيعة الحال يعني واخا يمكن تعطلنا شي شويه، ولكن يعني الحله اللي خرج فيها السطور تنظن بانها غادي يعني تشفع علينا عند الجماهير ديالنا اللي لقاونا العذر. الحمد لله مدينه اسفي واقليم اسفي ربحات واحد البنيه، واحد المتجر اللي في مستوى عالي. تنشكروا الناس اللي سهروا على يعني لو ديزاين وعلى يعني باش خرج في هذه الحله هذه، جنود الخفاء، لانهم الحمد لله راه اشتغلوا واحد المده كبيره وكانوا زعما كانوا الحلم يعني كما حلموا وما حلمنا معاهم يمكن يعني هو اللي لقينا في ارض الواقع. هذا الستور هذا يعني غادي يمكن باش يكونوا المنتجات ديال النادي متناول الجماهير والجماهير الكبيره ديال الفريق الاولمبيك اسفي اللي تستحق هاد لو ستور واكثر من هاد لو ستور، لان في الحقيقه بينات يعني في السنوات الماضيه وهاد السنه هذه بالخصوص بانها هي اللي تتساهم باش انه يكون عندنا فريق كبير. احنا كبار بالجماهير ديالنا بطبيعه الحال باللاعبين ديالنا والطاقم التقني. ان شاء الله نتمنى يكون فاء الخير باش نحققوا نتائج اللي نهديوها لهم ان شاء الله في نهايه الموسم ان شاء الله. بالنسبه للمتتبعين كيسولوا عموما على الاثمنه واش غتكون في المتناول، غتكون طالعه شويه الاثمنه نسبيا بالنسبه للجوده ديال المنتوج، لانه هذه المنتجات كلها هي منتجات اللي تيلعبوا بها اللاعبين ديال الفريق الاول. سي بروميي شوا. عندنا في لاتوني ان دوزيام شوا اللي غادي يكون زعما لا بورتي ديال الجمهور، يمكن 100 درهم هذا. وحنا كما قلت انه حنا اليكوت ديال البوبليك ديالنا، حيت الهدف ديالنا بطبيعه الحال يعني ماشي هو الربح زعما في المرتبه الاولى. دونك الاولويه ديالنا هو هذا المنتوج يكون يعني في متناول الجماهير ديالنا، والجماهير ديالنا اللي تتبغي الفريق ديالها. دونك فاش بغيت تدخل اماش حنا ما كرهناش ان شاء الله في الماتش المقبل يكون يعني لا توني في التيران كامل كما تنشوفوا في دول اخرى وفرق عالميه. كما قلت لك حنا تنتفاعلوا مع الجمهور ونا ليكوت، والا كانت بعض الملاحظات راه غادي اون فا ريكتيفي. مي كما قلت لك لوبجيكتيف برومي ماشي هو الربح المادي، مي هو الربح المعنوي ونساهموا في الاشعه ديال الفريق. كاين دابا سلسله ديال النتائج ممتازه ديال الفريق، ما كاينش اللي غيختلف عليها. السؤال ديالك شنو راكبوا في الطياره؟ ان شاء الله ان شاء الله. هذا الحلم ديالنا كمكتب مسير، وحنا هذا الحلم يعني حنا تنجسدوا غير الحلم ديال الجماهير ديال الفريق الاولمبيك اسفي. هاد الثلاث سنوات الاخيره يمكن كانت مميزه، يعني لعبنا فينال ديال لاكوب دي ترون ما كتبش، كنا غادي نلعبوا لاكوب دافريك. السنه الماضيه حققنا نتائج ايجابيه خانتنا السرعه النهائيه لظروف اللي تعرفها الجميع. هذه السنه هذه الحمد لله نتائج طيبه، لانه حافظنا على الاستقرار التقني ديال الفريق واللاعبين، عندنا لاعبين مميزين. وكما تنقول وتنعاود بانه الفضل الاول هو ديال الجمهور، لانه شفنا كثير ديال المقابلات بان الجمهور كان عنده واحد الدور كبير باش ان اللاعبين دفعهم باش يحققوا نتائج ايجابيه. وكما الجمهور دار الدور ديالو وحنا درنا الدور ديالنا فيما سبق واللاعبين والطاقم التقني، ان شاء الله المقابلات المقبله ما غاديش نفرطوا في الحلم ديال الجماهير ديالنا ان شاء الله. ونتمنوا يعني ان شاء الله هذا الموسم هذا يكون موسم استثنائي ونمكنوا الجماهير ديالنا من مشاركه قاريه ان شاء الله.